ما بغير شي بحياتي، بحبها لحياتي مثل ما هي صراحة. هلو واضح، أنا اسمي رولا بقسماطي، إعلامية ممثلة، عندي بنوت عمرها 5 سنين اسمها كايدي. بحب الحياة وبحب أحلم. أجمل ذكرى بحتفظ فيها من طفولتي، أوف كتير صعب الشي، في قصص كتير حلوة بس بتذكر كنت من أنا وصغيرة طفلة يعني، ولو العمر كتير كبير كنت على طول كأنه بعرف وين رايحة، كأنه بعرف انه رح اوصل لاني مثل، لانه كنت على طول عملت لهم ممثله بالبيت، بيقعدوا كلهم وبقعد بمثل لهم ادوارهم لهم شخصياتهم لهم، معلمتي بالمدرسه كيف شو بقشع على التلفزيون بمثل. ما بعرف اذا بنتي رح تطلع هيك كمان لانه شكلها على نفس الطريق. بلا هلا تذكرت، اوقات بلتقى بعالم على الطريق بفكروني انه ما بضحك. جد ببكي كثير. مسلسل باي ذا واي كنت عم بحضره، غير القصص يمكن الشخصيه، يمكن وقتها بكون متعلقه ببنتي مشتاقت لها، قلت هذا الشيء قبل، بس كنت عم بحضر مسلسل من يومين على القد اسمه When They See Us، كتير حساس كتير حلو، بنصح العالم على فكرة تحضره لأنه كتير بيأذي الإنسانية وكتير بيأذي قلة العدل بالحياة بتبكيني. أنا حدا كتير بالحياة بيمشي نهار بنهاره، وحدا كتير إيجابي وبيجرب ما يعتل هم، وأنا حدا عن جد يعني معروفة إنه ما كتير بعتل هم قصص، ما في حدا ما بيغلط اكيد ديفينتلي، في قصص يمكن ما بقول يا ريت تصرفتها بغير طريقه، بس مش شيء بغير لي مسار حياتي او بندم عليه انه ما بقدر نام على مخدتي. اصعب شيء هي الامومه بس هي احلى شيء، غير هيك ما في شيء بقى محرز يعني. صعب الأمومة بس قد ما بتعطي شي حلو بتنسي صعوبتها.